حيت كينوض في هاد الحياة وكيفيق في الصباح وكيضرب تمارة غير على قبل الفلوس، حيت الفلوس هما مفاتيح السعادة. وخلينا من ديك الهضرة ديال القناعة وكنز ولا يفنى، حيت أنا ديما كنعتبر هاد المقولة هادي قالوها ناس فقراء باش يبردوا على قلبهم، وليكونوا اختاروا عليهم ناس أغنياء باش يخليهم عايشين في داك الفقر ديالهم. الفلوس أخوتي ميمي هي اللي كدوي. المهم خلينا نروبيو باللي خاصنا نمشيو عند واحد خونا باش تعرفوا نسبة القوة ديالكم. هاد السيد هو الحاج قدور، راجل كبير في العاج، عنده واحد الكراج كبير كله معلق ميداليات وتصاور وبزاف ديال لي تروفي. المهم السيد باينه مخيخ في الدومين ديال الملاكمة. دخلنا بقى كيستهزئ بينا حيت كنبانو ضعاف الصراحة، باينه طالعين بالخبز وشاي. طارق هو اللي غيبدا الكونترول الاول، مشى عند السيد وقال ليه تفضل هنايا، جلس هنايا. دار لي واحد الكاسك في راسو بحال ديال صحاب الفضاء وقال لي نوض بتجري جري ودير حركات وترطى وضرب، اعتبر راسك في ماتش ديال الملاكمه. بقى طارق مسكين كيبان ليه كينقز بحال شي مسطي. كينقز وكيضرب، واحد اللحظه هو صافي فشل طاح للارض. دغيا ناض داك الحاج قدور ويحيد لي الكاسك، قال لي امي امي. انا كنضحكوا. من بعد عطا واحد اللعيبه فيها كتعرف القوه ديال يدك والسرعه اللي كتضرب بها اللكمه. المهم جرب طريق ضرب الضربه الاولى، قال لي عاود ضرب الضربه الثانيه، قال لي زيد عاود ودير باحر جهدك بحال كتلعب ملاكمه غضرب الضربه القاضيه، ويضرب طريق بالجهد. هو يقول لي مزيان. المهم سالا وقال لي تعال انت. مشيت انايا دار لي داك الكاسك العجيب ودرت كيف ما دار طارق، بقيت كنتحرك وكنضرب وكنشد. واحد اللحظه حسيت بالدوخه وحسيت بلي التنفس ولا قليل، وليت كنضرب وكنتلاو بحال السكران بحال طارق قرع ديال المحيه. ونطيح للارض. شاف فيا حاج قدور وبقى كيتحسر، قال لي نوض نوض اولدي نوض، جلس ارتاح شويه ونوض من بعد نعبروا الضربه ديالك. جلس رجعت السفل وقال لي انا نوض. نوض تعطاني ديك اللعيبه اللي نعبر فيها الضربه ديالي. ضربت الضربه الاولى وقال لي واش هذه الضربه اللي كتضرب في الملاكمه؟ واش انت كتعتبر راسك ملاكم؟ قال لي الضربه اللي ضربوها الدريات. قال لي اعتبر راسك في ملاكمه ضرب. ناري استفزني الخوت وانا نضرب احر ما في جهدي لدرجه كلشي تصدم، هو براسو بتصدم وحيد كاسكيطه من راسو وحيد النظاره وبقى كيشوف كيشوف في داك العدد اللي ترسم في الماشين، وكيشوف فيه كيشوف فيه وكيشوف فيه، شد لي يدي وبقى كيشوف فيهم ويبدا يقول ما يمكنش ما يمكنش. الروبيو قال لي مالك ما كقدرش كاين، قال لي راه ما يمكنش يا صاحبي، واش في خبارك باللي اقوى ضربه في العالم هي ديال محمد علي كلاي اللي كتقدر ب 450 كيلو بسرعه ديال 900 كيلومتر في الساعه؟ قال لي وي وي كنعرف هادشي هذا، ولكن اش دخل نبيل في الموضوع؟ قال لي نبيل عنده 390 كيلو في الضربه ديالو ووصل تقريبا 800 كيلومتر في الساعه، ويلا ترين عليها مزيان يقدر يوصل للضربه ديال محمد علي كلاي، حيت هادشي كنعتبره انه موهبه ماشي اي واحد عنده هاد لا فورس هادي. ودابا نقدر نعطيك مقارنه، طارق عنده 200 كيلومتر في الساعه وقوه الضربه 100 كيلو، وهادشي هذا طبيعي عند جميع الابطال المغاربه وابطال الشباب اللي يلا واعدين، ولكن هادشي اللي عند نبيل ماشي عادي وكيتعتبر موهبه وقليل بزاف اللي عنده، وكيتعتبر محمد علي كلاي اسرع واقوى لكمه في العالم اللي حتى واحد ما قدر يتجاوزها. واش فهمتيني دابا؟ سولني الحاج قدور واش ما كنش كنعرف زعما هاد القوه اللي عندي، قلت ليه ما كذبش عليك القضيه اكتشفتها نهار واحد من طايفه كنت طايفت في الهراويين وعاد خونا تبسل عليا ما شعرتش ضربته طاح دوده بقى كيكشكش في الارض، تما حسيت انه عندي واحد لا فورس في اليد ديالي اليمنى. من بعد ما وقع لينا واحد الحادث انا ودراري صحابي
وكان قتل ضرب واحد الدري الفمو ومات واحد الشفار ومشينا للحبس. من تما وانا كنخاف نستعملها، كنخاف نقتل عباد الله، وهادشي اللي خلاني في الضربه الاولى نضربها خفيفه حتى قلت لي اضرب بحر جهدك. قال لي اسمع ولدي، هاد الضربه كتستغلها في الوقت المناسب، حيت الا جيتي تستغلها في اي وقت تقدر تقتل شي واحد، وخاصك تعرف فين تضرب بالضبط، وهادشي خاصك تريني عليه مزيان. وانت ولدي راك موهوب، انت راك بطل، نقطة الضعف الوحيدة اللي عندك انت وطارق وهي السوفل، ما عندكم السوفل نهائيا، وهادشي خاصكم ترينيو عليه مزيان، حيت تقدر تطيح في شي ماتش يوصل حتى ربعة الجولات، وديك الساعة تلقى راسك سخفان وغادي تكون لقمة سهلة للمنافس ديالك. واش فهمتوني؟ يعني خاصكم تجريو وتربيو السوفل وتقساو شوية مزيان، حيت كتبانو ليا ضعيفين شوية. كنت عارف بلي عندي قوة كبيرة في اليد اليمنى ديالي، ولكن اللي ما كنتش عارف هو انني نقدر نكون زعما موهوب ترى الدرجة، يعني نكون قريب لعلي كلاي. علي كلاي اللي بطل عالمي وتشي واحد مقدر يوصل للنيفو اللي وصل ليه، 450 كيلوغرام في اللكمة ديالو. تخيل معي انت كتلعب معاه وتجيك يجيك كروشي فيها 450 كيلوغرام، ناري ناري، وتجيك ضربة اللي كتوصل تل 900 كيلومتر في الساعة، ما غاديش يخلي لك حتى الفرصة فين تشوف يديه، وديك الساعة ما غاديش توعى حتى تلقى راسك في الأرض، والعربيات كيحسب لك 1 2 3. مشكلة. خرجت أنا وطارق برا وبقى الروبيو والحاج قدور بجوج كيدو بعضياتهم، أنا كنتسنى وقال لي طارق تبارك الله عليك أخويا نبيل، وانا كنقول ديما كيفاش عنده هذا الجد في ديك اليد اليمنى ديالو، تبارك الله اللهم بارك. نبيل كون غير رجعتي للمنتخب ولعبتي على الدرابو ديال البلاد. قلت ليه شناهو؟ قلت ليه لا صافي، قلت ليه انا دابا محمر في حاجه وحده وهي الحفره الرابعه، حفره الموت هي اللي محمر فيها. ديك الساعه ملي ندير الفلوس انا غادي نبروبوزي راسي على المنتخب غير باش نهز الدرابو ديال البلاد، ماشي باش ناخد دوك جدريالات ديالهم ولا الاهتمام ديالهم. جا عندنا روبيو وقالنا يلا نتحركو، مشينا لواحد الريستو خشينا في وجهنا مزيان وقال لينا بلي الحاج قدور راك عجبتوه بزاف، دراري ما تضيعوش راسكم لونطرين مو دراري، من غدا غتمشيو تجريو وربيو السوفل، وديروا في بالكم من هنا لخمس ايام غادي تلعبوا اول ماتش ديالكم في الحفره الاولى. واش مفاهمين؟ قلت لي خمس ايام ما بقى والو صاحبي، ولكن غادي نحاول نوجدو فيها ان شاء الله. مهم رجعت للدار دوشت تعشيت ونعست، في الصباح داير انا وطارق باش نمشيو نجريو، تلاقينا مع ديك 7 الصباح مشينا كنجريو، وفي العشيه كنمشيو نترينيو، بقينا بحال هكا اضرب ايام كل دوزنا لونترينمون والو غير الماكله والنعاس ولونترينمون، بقينا هكا حتى وصل النهار اللي غادي نلعبوا فيه اول ماتش في الحفره الاولى. انا وطارق فينا المود ديال الخلعه، حيت داك النيفو اللي شفنا ديك النهار كيخلع اي واحد، النيفو طالع ديال بصح غير الله يدير الخير وصافي. المهم هذه الليله الاخره، وغدا غادي نتحركوا الحفره الاولى وتما غادي يكون عندنا اول ماتش. طارق كل ساعه كيعيط ليه كيقول لي ماك، تقول لي راه ما قدرتش نعس في المود ديال الخلعه. قلت لي زعما انت عندك تجربه عليا صاحبي وفايت لعب في البطولات، تكون راجل صاحبي وترجل صاحبي. المهم هاد الليله نعس بكري باش نفيق مزيان اليز، فقت في الصباح فطرت مشيت داك فطور ديال الاتاي والخبز والزيت العود والو، لكن غير البيض والعواصير والتمر اي حاجه فيها الانرجي. بست راس الوالده ودعات معايا ونزلت كنتسنى الروبيو. من بعد ربع ساعة جا عندي ومشينا قصدنا طريق هزينا تا هو، مشينا وبقينا كنتحدثو حيت ماتشات غادي يبداو مع تقريبا الخمسة ديال العشية. قال لينا الروبيو سمعوا الدراري، هاد الخطوة اللي عندكم دابا اليوم خطوة مهمة جدا، وخاصكم تعرفوا هاد القضية، إلا مشيتو حتى خسرتو النيفو ديالكم غادي يقل، والناس اللي غادي يبداو يقمروا ضدكم غادي يوليو يقمروا بفلوس قليلة بزاف،
يعني غادي تولوا تلعبوا ماتشات على والو، لا 3000 درهم 2000 درهم، واش فهمتوني؟ قد ما ربحتوا الماتشات النيفو كيطلع، قد ما ربحتوا النيفو كيطلع، ودي الساعه كيوليو كيدخلوا رجال اعمال الى باس عليهم، واش فهمتوني؟ اما لبقيتو كتخسروا كتخسروا كتبقاو تهبطوا في النيفو، كتهبطوا في النيفو حتى كيوليو الناس عاديين هما اللي كيقمروا بكم، اللي حط 1000 درهم اللي حط 500 درهم، واش فهمتوني دابا؟ وانا معول عليكم، ما يمكنش نضيعوا الوقت كامل على قبل ماتشات فيهم 1000 درهم رباح. لا الخوت، يا اما نديروا الفلوس ديال بصح يا اما نريحوا في دارنا. واش كتفهموني ولا لا؟ كتسمعوني ولا لا؟ قلنا لي اه سمعناك وفهمناك. الروبيو سول طارق قال لي فين كتسكن طارق؟ قال لي عندنا السكنه في الهراويين، البلاصه فين جيتو ليا. قال لي واش ما كدويش مع راسك؟ ما كتقولش باللي خاصني نعتق عائلتي من تمايا؟ واش ديك بلاصه يسكنوا فيها الناس؟ الا فكرتي غير في هذا الشيء غتحس بواحد القوه، واش فهمتيني؟ وما غادي تخاف من حتى شي حاجه، حيت بنتي ليا متوتر. ركز مزيان وان شاء الله ربي غيجيب التيسير. مهم، جا الوقت تقريبا وصلت الربعة وشدينا الطريق ديريكت الحفرة. وصلنا لقينا الطوموبيلات بزاف مستاسيونين. قلت للروبيو اوه هادو كاملين داخلين الحفرة. قال لي ماشي والو، هادي راه الحفرة الاولى، كلشي الحفرة الرابعة يضرك راسك. مهم دخلنا، لامبيونس زوين، الناس بزاف قاسين والحالة بعلي الاضواء، وكلشي كيتسنى اول ماتش غيبدا. مشيت انا وطارق لبسنا حويجنا وجلسنا مع الروبيو كنتسناو النوبه ديالنا. بداو الماتشات وطارق كنشوف فيه مخلوع ديال بصح، حيت الصراحه هادشي اللي كنتفرجوا فيه دابا مباشره يخلع اي واحد. دراري مقودين ديال بصح، نقدر نقول لكم مواهب ضائعه، ممكن الكاو ورا الكاو. من بعد ربع ساعه جا الوقت ديال الماتش الاول وطارق هو اللي غادي يلعبو. مشيت عندو قلت لي طارق هادي هي الفرصة ديالك، كون راجل. طلع طارق للحلبة وبدا الماتش. في الأول طارق كلا العصا حيت كان كيبان متوتر، كلا العصا ديال بصح وعلى بونت كان غيطيح كاو. في الجولة الثانية طارق بدا كيشد الريتم شوية، بدا كيتحرك، بدا كيتيق في راسو وبدا كيضرب دي بوان. الجولة الثالثة مشيت عند طارق قلت لي طارق الناس كلهم قمرين على خونا اللي لعب معك، شنو؟ واش انت دمدوم حتى للدرجه؟ واش حتى والديك ولدوك هكاك ما غدافعش عليهم؟ تكون راجل صاحبي، بين لهم شكون انت، حيت كنظن هادو ما عارفينكش. يلا دابا اترجع وغطيحو كاو كاو، لا ما عمرني باقي ندوي معاك، بين الموهبه ديالك صاحبي مالك حشمان. دويت معاه بهذه الطريقه باش نحاول نفيق فيه داك الوحش، داك الوحش اللي كاين عند داخل اي واحد فينا وكيتسنى غير ديك اللحظه اللي غادي يخرج فيها. وداكشي اللي وقع، رجعت بقيت كنتفرج انا والروبيو في طارق، ولكن ديك الهضره اللي قلت ليه زادت فيه شي حاجه، حيت طارق ولا كيتحرك مزيان ولا تيق في راسو ولا كيضرب ضربات قاصحين. خونا اللي معاه ما فهم والو، ودابا حسيت باللي طارق رجع، طارق تاق في راسو. بقيت كنتفرج وانا نوقف بشويه بشويه، كنوقف وكنتفرج فيه، عرفت باللي غيطيحو كاو. طارق فانته قوش دروات ويضربو كاو طيحو دوده. عرفتي حسيت بهذا الاحساس زوين بزاف، بديت كنغوت وطارق حسيت بيه فرح، خرج من داك القوقعه ديال الخوف والتردد اللي كان فيه.